السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. معصية عند الله أكبر وأعظم من الزنا، فما هي؟ ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على النبي العدنان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. الزنا من أعظم الكبائر عند الله تعالى، لما يترتب عليه من هتك أعراض وضياع الأنساب واختلاطها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر باجتناب كل ما يؤدي إليه، وقد ذكر الله عقوبة الزاني والزانية في القرآن الكريم لزجر الناس وإقلاعهم عن هذا الفعل الشنيع الذي تقشعر له الأبدان، في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كما أن عقوبة الزانية المحصنة الرجم حتى الموت. قصة حدثت في عهد سيدنا موسى عليه السلام، أنها أتت امرأة إلى سيدنا موسى تريد أن تتوب، فقالت: يا موسى، لقد زنيت وحملت من جريمة الزنا، وبعدما أنجبت الطفل قتلته. فقال لها موسى عليه السلام: إن هذا الفعل الذي فعلتيه لفعل عظيم، اذهبي من هنا قبل أن ينزل الله علينا بسبب ما فعلت نارا من السماء. فذهبت المرأة، فأنزل الله ملكا من السماء على سيدنا موسى عليه السلام، فقال له في شأن المرأة التائبة: ألا ترى يا موسى أفجر منها؟ فقال: ومن يكون أفجر من تلك المرأة؟ فقال: من ترك صلاة عامدا متعمدا، فعمله أعظم وأفجر من تلك المرأة. سبحان الله، هذه القصة ليست مشهورة في كتب السنة، فتعتبر من الإسرائيليات. فجميع الكبائر كالقتل والزنا وأكل مال اليتيم وغيرها تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقب عليها وإن شاء غفرها. أما ترك الصلاة كفر، وتارك الصلاة كافر خارج من المشيئة، فالكافر خالد مخلد في النار. أما الأحاديث التي تؤكد هذه الحقيقة فهي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركن صلاة متعمدا، فإنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورأيت ذلك في ليلة الإسراء والمعراج.